منين عقلنا على راسنا وحنا تنقراو من 812 جوستا وما بغاو يقلبوا لينا البروغرام ما غيمكنش. منين عقلت على راسي وانا تمشي للمدرسه واي تلميذ منين عقل على راسه هو تيقرا من 8 حتى 12 وجوستا هذه عاديه. جا واحد سيمانه قال لك بغا يكذب يبدل الساعه، ما يمكنش. حنا ما بغيناش، حنا بغينا التوقيت ديالنا، ما بغينا والو، وبغينا الساعه تنقص. ما غينا الا تنقصات الساعه غيبقى التوقيت كما هو، الا تنقصات الساعه غيبقى التوقيت كما هو. حنا ما بغيناش يتقاد التوقيت، تنقص الساعه تقاد 8 ونص، ما تقادش 8 ونص، تزاد ساعه حيت ما تنقصات الساعه خاصها تعيد الساعه اللي دارو، تعيد باش تعيد حتى 8 ونص، حيت هذيك الساعه هي اللي هي بسببها باش دادو 8 ونص. هذا هو السبب ديالنا باش حنا هنايا. الناس اللي لاباس عليهم الوزراء والرؤساء مقرين والديهم برا، ولادهم برا، ما عندهم لا ساعه زايده لا والو، راه حنا هنا اللي كنضيعوا، حنا اللي كنتعرضوا للكريساج وبزاف ديال الحوايج. اما هما راه مرتاحين برا مقرين ولادهم بريفي فلوس، عندهم امكانيات، ولاد الشعب راه ما عندهمش امكانيات وبزاف ديال الحوايج. ما بغيت نعرف حاجه وحده انايا، ودابا الناس بالنسبه للناس اللي يسكنوا في المناطق الجبليه وفي لي كومبان بحال هكا ما عندهمش الوسائل النقل اللي غيمشيو مع التوقيت الجديد ديالهم. وحنا بالنسبه لنا دابا حنا مثلا تخرج دابا قال لك من تدخل مع تخرج مع الوحده وتخرج مع الزوج، شنو غادي دير؟ خاصك تبني حالك في المدرسه باش تاكل وتريح، امبوسيبل باش تمشي في هذاك التوقيت، فهمتيني؟ ما يمكنش اختي تنحاول تتمناو من المسؤولين يبدلوا لنا هذه الساعه، حيت ما ساعه ما والو اختي، وكتب عليك كذاب يقول لك شي واحد بالنسبه لهذ الساعه. هذا الشيء كنعانيو منه احنا الطبقه الفقيره، اما هذيك الطبقه اللي عندها الماده وسميتها عندها تقرب اولادها في برا وكتقرب اولادها كما قال لك في مدارس خصوصيه، وما عندهمش هما الاشكال كما قال لك. هما حنايا كنفيقوا في الظلام، كنفيقوا حنا في الظلام وكنعاودوا نعسوا في الظلام، يعني ما غاديش تولي تعيش. واصلا متابعين حنا واحد الدستور اللي هو اسلامي، يعني قال لك الله سبحانه وتعالى خاص خلى لنا النهار باش نعيشوا فيه والليل باش نعسوا فيه. هادو لا، هادو لا بغاونا، هادو بغاونا نعيشوا في وسط الليل. نادى اليوم ونادى نادى قد الساعه نادى.